أخبار اليوم. في الحي 11 6 اكتوبر، معروف اكتر بمشروع ابو الوفا الحي 11 ومشروع صبحي حسين. عندنا مشكله الصرف، يمكن زي ما حضرتك شايفه كده المجاري والمواسير دي على طول كده بايظه وعلى طول ضربه، بقى لها بتاع حوالي سنتين واحنا مقيمين هنا في المكان بنفس المنظر دوت كده، وكل شويه تضرب. نجيب حد من السباكين بتوع المشروع بيجي يسلكها وما فيش، ما بيكملش، في خلال الشهر بيكون برضو ضرب التاني بنفس المنظر ده. قرروا ان في خطا، ما هو قال هو التصليح، قال لو عايزين ان احنا نصلح الموضوع هياخد معانا وقت، ممكن ياخد مثلا سنه اكتر من سنه كده يعني، بس احنا عايزين يخلصوا المشروع عشان يسلموا المشروع، فما فيش وقت للكلام دوت. فهو كان الحل التاني اللي اقروا بيه ان هم نرمي على العماره اللي جنبينا، فطبعا رفضنا موضوع العماره اللي جنبينا دي، وبرده يعني استشرناهم وكده قالوا لا طبعا ما ينفعش، اذا كان عماره واحده وعلى طول، ومش كل العماره ساكنه، ده كل الحكايه ممكن تلاقي ثلاث اربع شقق محملين على المكان دوت. طب امال بعد كده بعد ما يجي بقى يسكن بقيه المنطقه هنعمل ايه؟ لا، رئيس الجهاز لسه ما رحنالوش، يعني لسه ما عرضناش الامر عليه. هو زي ما بقول لحضرتك ان كانت الخطوه اللي جايه، وكان الكلام ده كان من يومين، فقلنا هنكتب شكوى ويمضوا عليها الناس المتواجده في المكان ونرفعها بقى لرئيس الجهاز.